افتتاح أول أجهزة من تفتيت حصيات الكلى والطبق المحوري في مشفى الشفاء بمدينة عفرين، وستقدم الخدمة للأهالي بشكل مجاني. ويعتبر هذه الأجهزة هي الأولى من نوعها من حيث الجودة والنوعية. مثل ما تعرفوا هون في مهاجرين كتير موجودة بالمنطقة، وفي ناس فقراء كتير، وبالتالي بحاجة لخدمة مجانية. الطبق المحوري برزت أهميته خصوصا بعد كارثة الزلزال اللي أصابت المنطقة مؤخرا، فكان في حاجات كتير كبيرة لإجراء يعني إجراءات تصوير طبقي محوري، وبالتالي قمنا بإنشاء هالمركز هذا. قدمنا فيه جهاز طبقي محوري بحيث أنه المريض يجي لهون يحصل على الخدمة اللازمة له اللي هو بحاجة إلها بدون ما يتكلف كلفة مادية، لأنه الجهاز الخدمة مجانية. طب هل يعتبر هذا الطبق المحوري هو أول طبق روحي موجود بغصن الزيتون أو ريف حلب الشمال؟ لا مش أكيد مجاني. مجاني في بعض المشافي موجود فيها وعم يقدموا الخدمة هي، ولكن يعني عم يرفع يعني عم يخفف معاناة الناس نظرا للحاجة الكبيرة لهيك تجهيزات بالمنطقة. مؤخرا ظهرت بعض الفجوات الطبية التي يعاني منها السكان في هذه المنطقة. من هذه الأمور هو موضوع تفتيت حصيات الكلية. قمنا بتجهيز برنامج أو مشروع لتأمين هذا الجهاز، هو الجهاز الوحيد في المنطقة ويقدم الخدمة بشكل مجاني. الجهاز يعمل بالتقنية الألمانية وصناعة تركية. الحمد لله نحن في فترة التجريب، الأمور الحمد لله إلى الآن ممتازة. تم اختباره على بعض المرضى والنتائج كانت بفضل الله إيجابية. بالإضافة لذلك قمنا بخدمة أخرى هي موضوع تصوير طبقي محوري. لا يخفى على أحد أنه هذه خدمة أساسية في القطاع الطبي عموما. المنطقة فيها اكتظاظ كبير في السكان ولا يتوفر يعني شيء يغطي احتياجات التصوير الطبقي المحوري عند المرضى. أيضا قمنا بتأمين جهاز 16 سلايز فيليبس تصوير، والحمد لله الأمور طبعا الخدمة بالكامل مجانية في مشفى الشفاء. نسأل الله عز وجل أن نستطيع أن نقدم خدمات نوعية أخرى من هذا النوع.